القصص المصورة واللي تعتمد على الرسم والكتابة لسرد قصة قصيرة وبسيطة. مثال على القصص المصورة مجلدات المانجا، القصص اللي في مجلة ماجد. العصف الذهني هو الخطوة الأولى اللي اتخذتها في صنع القصة المصورة. يفيدنا العصف الذهني في ترتيب أفكارنا اللي ممكن تبدو عشوائية، وبذلك ننجح في الوصول إلى فكرة إبداعية ومفهومة. هني استعملت الخريطة الذهنية كوسيلة من وسائل العصف الذهني. الموضوع الأساسي هو قصة مصورة عن شخصيات الطيور، ولأني أربي طيور في بيتي يطفي بالي كم من فكرة. في النهاية رسيت على فكرة استوحيتها من موقف واقعي، ولحظنا الجميل عندي مقطع فيديو لهذا الموقف. المصادر، لأن جزء كبير من القصص المصورة يعتمد على الرسم، راح نبدأ برسم شخصياتنا. نحتاج دفتر، قلم رصاص، ومساحة، ومصادر اللي هي صور لشخصيات قصتنا. المصادر مهمة بالنسبة لي كرسامة، لأن مهما كنت أفهم في الرسم وأعرف، المصادر لازم بتعلمني شيء جديد. ننتقل إلى التحبير. التحبير ممكن تسوونه في الأوراق العادية، لكن أنا اتخذت الإجراء واللي هو أني أخذ الرسمة العادية وأوديها على جهاز رقمي. في هالخطوة أنا استخدمت الآيباد، استخدمت برنامج بروكرييت، استعملت بروكرييت للتحديد والتلوين مثل ما تشوفون هني في هذا الفيديو. إذا محتاجين شرح لاستخدام برنامج بروكرييت اكتبوا لي في الكومنتات. في النهاية فتحت أدوبي إلستريتر وحطيت رسماتي فيه، وهني بديت أوزع الرسمات على حسب الترتيب اللي يناسب قصتي.